نختم الحلقة من إسبانيا مع حنان رقيق التي تركت مدينة توريرت والتحقت بإسبانيا رفقة أسرتها. لحنان مسار علمي وعملي متميز، درست إدارة الشركات وهندسة الاتصالات، تعمل حاليا في ميدان الطاقات المتجددة كمديرة في شركة عالمية، كما أنها تمتلك مشاريعها الخاصة. ككل مغاربة العالم، حنان تفكر في نقل استثمارها للمغرب. أنا حنان الرقيق، زدت في مدينة توريرت ناحية وجدة. من كان عمري 12 عام جيت لإسبانيا لأن الوالد ديالي كان مستقر في مدينة سراغوسا. قريت وكبرت تما، قريت الهندسة، هندسة الاتصالات، ومن بعد من كان عمري 32 درت ماستر في إدارة الشركات. المسار المهني حاليا، انا من كنت كنقرا خدمت في واحد المركز اتصالات، كنت خدامه وكنقرا في نفس الوقت. ومن بعد من ديت الشهاده ديالي نتاع الهندسه، بديت في واحد الشركه عالميه فرنسيه، بديت في المجال اللي كنعرفه في الدومين تكنيك. بعد عامين المدير اللي كنت خدامه معاه لقى بان عندي سهوله باش نجري زعما لي بروجي وداكشي، ودارني مسؤوله على قسم في السيكتور نتاع الهندسه، هندسه الاتصالات. بقيت عامين وانايا مسؤوله على القسم في المدينه اللي كنت ساكنه فيها واللي كبرت فيها. ومن بعد عامين اخرين صيفطوني كمسؤوله في اسبانيا في جميع المدن، مدريد، برشلونه، مايوركا، يعني القسم اللي كان عندي صغير ولا واحد القسم كبير. بقيت معاهم واحد العامين، ومن بعد 4 سنين اخرى درت الماستر نتاع اداره الشركات. والشركه اللي كنت خدامه فيها قالوا لي دابا راك ضروري ما تبدل رئيسه، بدل المسؤوله نتاع القسم ردوك مديره نتاع قسم، المديره ديال القسم اللي خدامه فيه. وليت مديره وبقيت واحد السنين كمديره في الدومين اللي كنعرفوه، هو الدومين تاع الاتصالات. ومن بعد ردوني مديره ولكن في واحد الدومين ما كنعرفوش. وانا المدير من قال لي اول مره خص غادي نبدلوك في السيكتور نتاع الاتصالات للسيكتور نتاع الطاقه المتجدده. قلت له انايا اللي كنعرف واللي فاهمه واللي قريت عليه هي الطاقه الاتصالات. قال لي لا، انتيا كتعرفي في كل شيء، عندك انتي كابابل باش تجيري في اي دومين. المهم بدلوني الطاقه التجديديه، لان حاليا في اوروبا كاين بزاف ديال المشاريع في الطاقه التجديديه والطاقه الكهربائيه. ولحد الان انا مديره في قسم في هذه الشركه العالميه في الطاقه الكهربائيه والطاقه التجديديه. وفي نفس الوقت هذه عامين حليت واحد الشركه، جوج شركات، واحد الشركه اللي تصدر المواد الغذائيه من اسبانيا لفرنسا، وفي نفس الوقت شركه نتاع مكتب نتاع الهندسه في السيكتور نتاع الطاقه التجديديه. لان حاليا كاين بزاف ديال المعاونات الاوروبيه وكاين بزاف ديال المشاريع، وكان عندي الوقت باش نحل هاد الشركه. وانا اصلا مراه ما عمري جلست، يعني كان عندي الوقت باش ندير الشركه وفي نفس الوقت خدامه حاليا. زعما الصراحه المشاكل اللي واجهتها في اسبانيا، كان عندي زعما الحظ كبير لانني كبرت هنايا، والمشاكل اللي واجهتها هي المشاكل اللي كتوجهها اي مراه اسبانيا كتخدم في واحد الدومين خدام فيه بزاف ديال الرجال. يعني خصك ديري جوج ديال المرات ديال لي زيفور باش توصلي لنفس البلاصه اللي غادي يوصل فيها الرجل. ولكن ما لقيتش صعوبات لانني مراه مغربيه، لقيت صعوبات كمراه اسبانيه.
باش نوصل نفس الاخر كان خصني ندير بزاف ديال لي زيفور، كان خصني بزاف ديال لي زيفور اون جينيرال باش نوصل نفس الوضعيه اللي وصلها اي راجل خدام فيا في هذا السيكتور اللي خدامه فيه انا. الصراحه في المغرب ما حصلليش الشرف نخدم مع شي جمعيه مغربيه، ولكن هنا في اسبانيا من كنت كنقرا كنت صغيره من بداو يجوا بزاف الجاليه المغربيه لسراغوسا، كنت واحد العام كنعاون في واحد الجمعيه مغربيه للجمع المغاربه اللي كانوا يوصلوا باش يكون عندهم سهولات باش يندمجوا مع اسبانيا باش يدوا ولادهم يقراوا الاخر. ومن بعد من الوقت ديالي ما بقاش سمح لي صافي ما بقيتش خدامه مع الجمعيه. بالنسبه للانفستيسمون في المغرب انا دائما كنفكر فيه، لان بالنسبه للمغرب هي البلاد ديال الوالدين ديالي، البلاد اللي زدت فيها، وما كرهتش يكون عندي شي حاجه وداكشي اللي كنعرف نديرو هنايا نديرو في المغرب. قبل الكوفيد مشيت واحد شهر وشي حاجه باش نبدي واحد المشروع نتاع اكسبورطاسيون نتاع المواد نتاع الطاقه التجديديه، ولكن من جا الكوفيد كنت اوبليجي نريد، ولكن ان شاء الله من تحسن الوضعيه ضروري ما ندير هذاك المشروع، لانه واحد المشروع كنت باغيه نديرو هذه شحال، ولكن دابا بالاكسبيريانس اللي عندي واللي كنعرف هنايا ومن تحسن الحاله نبدي ان شاء الله المشروع. المغرب اليوم في الدومين اللي كنعرف عارفه بان في حاله تقدم، لان بزاف ديال الشركات كنعرفهم اوروبيات وشركات عالميه ونفس الشركه اللي خدامه فيها انا اصلا مشاو للمغرب باش يديروا انفستيسمون في الطاقه التجديديه والطاقه الشمسيه من ناحيه نتاع الدومين اللي خدامه فيه. من ناحيه الشخصيه انا كنعقل على المغرب من كنت صغيره، كنمشي في الصيف والاخر كل عام كنمشي، وهاد السنين المؤخره اللي مشيت لقيت واحد تقدم كبير على هذاك المغرب اللي كنت كنعرف من كنت صغيره. اسبانيا اليوم البلد كنلقاه بان متاثر كثير بالوضعيه الحاليه هي وضعيه الكوفيد، لان اسبانيا الاقتصاد ديالها كيركز بزاف على السياحه، وملي وقع هاد الكوفيد بزاف ديال الشركات كانوا اوبليجي يشدوا بالناس، بزاف ديال الناس بقاو بلا خدمه والاخر، يعني واحد الحاله سيئه. وانا عندي الحظ لان السيكتور اللي خدامه فيه هو السيكتور نتاع الطاقه التجديديه، السيكتور ما اثرش عليه بزاف الكوفيد، لان كان بزاف المعاونات الاوروبيه لهذا السيكتور. وتمنى من بعد ما تحسن هذه الوضعيه تحسن ان شاء الله الوضعيه ديال اسبانيا. وانا كنفتقد هي ديك الجلسه المغربيه مع العائله مع الجدات، هذاك الحنان، هذاك كاس ديال الاتاي، هذيك العشيه، هذاك الريلاكس، ما كتهمك حتى حاجه، يلاه كتهمك هذيك الجلسه في هذيك الاجواء المغربيه وهذيك الاجواء العائليه. حتى جيت لها بزاف، راني نستنى غير الكوفيد يمشي باش نولي نجلس هذيك الجلسه. كورونا فيروس زعما الصراحه اثرت اقتصاديا ومعنويا
ونفسيا على بزاف ديال الناس. انا بزاف ديال الناس بعد الكوفيد وجميع الاصدقاء ديالي وبزاف ديال الاصدقاء ديالي كانوا ضروري يهضروا مع طبيب نفسي لان اثرت عليهم بزاف نفسيا وسلبيا. انايا دائما من كنهضر على الفيروس مع الاصدقاء ديالي ولا في نفس ولا في الشركه ولا في الخدمه ولا في الكيب ديالي كنقول اي مشكله خصك التقبل. يعني المشكله ماشي حنا شي مشكله قلبنا عليها، المشكله لقيناها. من كتلقى شي مشكله حداك اول حاجه هي التقبل، ولكن عمر ما ننساو بان الاحتياطات واجبه. خصك الفاكسان، خصك دير الماسك ديالك، خصك تغسل يديك، يعني دائما خصك دير الاحتياطات لانه واخا ما ياثرش عليك الفيروس نتايا يمكن ياثر على ناس ولا كبار ولا مضرورين ولا الصحه ديالهم ما تحملش الفيروس. يعني بالنسبه لي هو التقبل والاحتياطات. الرساله ديالي للمغاربه في العالم هي اللي باغي شي حاجه واللي داير في بالو شي حاجه يتبعها ويمشي موراها ويدير المجهود، لان من كتبغي شي حاجه كتوصل لها. وكنقول المغاربه لان الا لقيتو شي دايرين شي فكره ولا باغيين توصلوا لها ولقيتو فين تبعوها. العائله انايا دائما من كنهضر كنهضر بافتخار كبير. من كيسولوني شكون انت كنقول لهم انايا هو اللي العائله دارت معايا. العائله تعاملت معايا بحنان كثير، وقفت معايا في جنبي، ساندتني، وصلت ان شاء الله لكل شيء اللي بغيت بهذاك الحنان اللي عطتني العائله ديالي.